هذا الجهاز انا وجدته صراحة مصادفة في احد المولات، تحط فيه جوالك المستخدم ويسوي عليه صيانة سريعة ويعطيك سعره ويساومك عليه هل تقبل بهذا السعر او لا تقبل، واذا قبلت ياخذه ويعطيك اياه كاش من هذا المكان. الحين بنجرب معاكم وبحط جوالي هذا اللي انا اصور فيه وبصور من جوال ثاني ونشوف جوال ايفون 6 بلس كم يسوى. English get to start tutorial. I understand. يقول لي اول شيء لازم يكون power on and unlock your device. لازم يكون الاي دي حقي معي موجود، طاقة الاثبات، طاقة العمل او هكذا. احاول الحين انا سكرتها وبحاول افتح الحين من جديد وبالغي كلمة السر وبشوف. الحين I'm ready. اختار نوع الفون ابل ايفون وبعدين اقول له I'm not sure. لا I'm not sure. Broken good. Okay let's good. نختار انه good. Normal signs to use. نحط الساين وهذا هنا. Okay it's ready. ونحط هذا الباركود في خلف الجهاز. Next part. شوفي هنا فتح الجهاز. Okay now. Unlock and lift your phone. نسحبها ونحطها بالشاحن عشان نسحن. نحط trust. وبعدين في علامة هنا. Okay. الحين يسوي بحث على الذاكرة وعلى السايز وعلى الموديل، يقيم لي الجهاز إلكترونيا. وصل الآن 50% من التقييم. How did you first learn about ATM؟ أقول from my friend submit whatever. يعني كيف عرفت عننا؟ تقدر تحط خيار هنا return my device I change my mind، يعني خلاص أنا غيرت رأي رجع للجهاز. طيب how often do you shop to this location؟ ممكن تحط skip. وصل الحين 77%. يعطيك معلومات عن الجهاز وما إلى ذلك عشان يضيع وقت، بس عشان لا تنتظر كثير. الحين وصل 87%. وصلنا 95%. أوه شوف الحين يقول جهازي يساوي بس يسوى $45. يقول لك وهذا العرض بس اليوم، هيستمر بس اليوم ولا بس بيسحبون عرضهم؟ لا حبيبي اسحب عرضك. $45. الحين يا اقدر احط بيع select or return my device I change my mind. Are you sure you want to quit? Yes. كذا اقول له حبيبي رجع لي جهازي افضل. I have got it. الفكرة حلوة والفكرة جميلة، لكن الشريطي هذا ما ينفع، هذا يبخس الناس اسعاره. كان هذا تقرير سريع عن احدث الاجهزه اللي موجوده في امريكا. ان شاء الله نشوف مثلها في الدول العربيه، لكن مو بس مثل هالشريطي، لا ان شاء الله شريطي افضل وما يبخس الناس حقوقها. تحياتي لكم.